صباح الخير عليكم. وفي زي ما احنا تكلمنا عن الاقتصاد وتكلمنا عن الزراعه المطريه، الزراعه اللي موجوده في البيت والانسان اللي بيقوم بيسقيها كل يوم من الصباح بيحس معاها بحياه، يعني لما تكون عندك زرع في البيت وانت بتزرع زهور، شتول، حاجات مختلفه وتجي تسقيها الصباح اول ما تصحى من النوم بتحس باحساس كانك انت شربت مويه. بيحصص الصباح، فما بالك اذا اللي بنزرعه ده بنستفيد منه شيء مثمر. نعم. يعني بكفي احتياجنا المنزلي. صحيح. وبيكفينا كثير، يعني انت اصبحت منتج هنا طوالي. بيقلل صرفنا الاقتصادي الكبير يعني في الاسواق. نتكلم عن الفكره دي شويه، يعني قدروا كيف ممكن نحفز المشاهد الكريم اللي هو اصلا ما بيسعى دائما او عنده الفكره اساسا ان يثبتها من خلال صباح الشروق ويتبع عديد من الارشادات اللي ممكن تكون في الصباحات. يعني يمكن الاجيال اللي عاشت لورا شوية تاريخيا كانت مسألة الزراعة داخل البيت للاكتفاء الذاتي من خضروات وكذا هي كانت أساسية في أي بيت. الآن للتفاصيل الكثيرة والتحولات اللي حصلت في الأشكال المعمارية وكذا الناس زي اتناست المسألة دي، في ظل الظروف الاقتصادية بقى ضرورة. الضرورة دي إنها تساهم في اقتصاد المنزل، اثنين بتخلق بيئة معافى تماما. صحيح. عندها علاقة بالبيئة والمناخ وكذا، وبالتالي حتى فكرة الجمال نفسها اللي تكلمت عنها أنسام هي مهمة جدا لتجديد الروح عند الإنسان. نحن بنسميها زراعة منزلية، لكن لو مرقنا كده على الخلا بنسميها جبراكة. ايوه لو طلعت من البيت في الجبراكة. لا هي جوا البيت، لكن في الريف اللي هي زراعة حول المنزل بتسمى الجبراكة. ممكن دي واحدة من الحاجات اللي هنشوفها في مجمل التفاصيل اللي اشتغلنا عليها في الأرياف وفي كده، هنشوف شنو الجبراكة ودور الأساسي برضو، وحتنزل كفقرات برضو في صباح الشروق.